هادشي يا خويا راه كيأسف، هادشي راه كيأسف كل عام في هاد المواقف تنطيحوا فيه، ماشي أول مرة هاد المواقف تنطيحوا فيه، هاد كل عام تنطيحوا في هاد المواقف، والسلطات كلها سيقة الخبر لهادشي هذا، وديما الضرب والجرح، ماشي أول مرة. دابا السادة أنت كتشوف الفيديوهات، هادشي مضروب، هادشي مفلق، هادشي كيموت، هادشي ما كيجيكش بالنهار باش تعرفوا، ولا كيجيك بالليل، بالليل هادشي وملتمين وجههم، حيت السيد سولناه كيفاش وقع والطريقه كيفاش تمكنات، قالك راه من دايرين التام ديالهم ما تعرفوهمش. دابا كون كان المخزن كاين ما عاد يهربوش، عاد يكون انت هو داير الخطه ديالو، ولكن انت الى الاسف، الى الاسف هادشي، الى الاسف انت كتشوف هادشي، هاد المنكر اللي كنشوفوا فيه راه حنا تاسفنا، راه تالمنا، هادشي راه كيالمنا لينا ولا لولادنا. واش انا كون كنجي انايا بيا بولادي واش ما عندي نضرش هاد الناس اللي ضروا ضرينا حتى حنا، خوتنا، عائلتنا، داك الخطره راه بعيالاتهم تكرفصوا، السيده راه قريتها تما وخرجوها من الطوموبيل وحنا كنسمعوا فهاد الشيء. ولكن اخويا الغالب الله، الغالب الله، الله ياخذ الحق. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.